إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة يقدم الأمر بيدي يا رضيع الصغير، ويا فلتة كبدي، لم يعد في مقدوري أن أمد إليك يدي أو أن أضمك إلى صدري الحنون، فأنا أشلاء ممزقة تحت الأنقاض، وفتات بشر متناثرة تحت الأطلال. لقد تحطمت هيروشيما وأزهقت أرواحنا جميعا، ولم ينجو من الموت سواك يا رضيع الصغير. أيتها الأطلال، مدي إليه يد الرحمة، فأنت أرحم من نفوس دنستها شهوة القتل والإجرام. دسريه بالطوب والحجارة، فهي أحن من عقول ركبتها الشياطين، وتأجج فيها لهيب الجنون الأحمر المصعوب. وأنت يا أيها الليل الموحش، أضئ له الطريق من جبهتك المظلمة، فهي أكثر ضياءً من جباه لطخها العار والدم الأحمر القاني، دم الألوف الأبرياء. وأنتم يا أيها العلماء الأطهار، يا من رفضتم دعوة الظلمة البغاة وسموتم بروحكم فوق بريق الأصفر الرنان وإغراء الجاه والسلطان، اشهدوا على زملاء لكم خانوا الأمانة وانتهكوا حرمة العلم واستخدموه لإزهاق أرواح البشر بتفجير قنبلة ذرية لا تبقي ولا تذر. فلتشهد يا جوليو كوري، فلتشهد يا أينشتاين، فلتشهد يا مشرفة. علي مصطفى مشرفة، برنامج خاص كتبه الدكتور شوقي طموم. إخراج وهبة أبو السعود. الله الله الله
يعاقبونه من إساءة في حق الله ودين الله. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ لن تكونوا عباد أصنام، لن تسجدوا إلا لله وحده. اسمع يا شيخ أحمد، الأحسن لك أن تبتعد عن طريقنا وتترك باب الضريح، وإلا فلتتحمل وحدك تبعة سلوكك هذا. أتهددني أيها الجاهل الأحمق؟ هل وصلت بك الجرأة أن تهدد واعظ القرية؟ واعظ القرية؟ أما زلت تعتبر نفسك واعظ القرية هذه؟ بأي حق تمتحن لنفسك صفة الوعظ والإرشاد بعد أن فصلتك الوزارة من عملك؟ إن الذي فصلني من عملي هو الظلم والضلال، أما الحق، أما الله فما زال معي، وإني لباق على دين الله ما حييت، وسأظل أعظكم ابتغاء مرضاته مهما ضلل المنافقون. أتقول بقيا على دين الله وأنت لا تعرف دينا سوى دين ابن تيمية ودين مشرفة، دين الكفر والإلحاد؟ خسئت أيها الأحمق. أتسبوني يا ربي بالكفر والإلحاد يا ذنب مشرفة؟ نعم أسبك، أسبك لأنك تسيء إلى رجل فاضل أساءه ما تقترفون من آثام وخرافات لا تمت إلى الدين بصلة، فأراد أن يبصر قلوبكم وينير عقولكم. بل هو كافر ملحد خداع. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اهد عبادك فهم لا يعلمون أن الشيخ مشرفة هذا الرجل الوقور الذي تتهمونه بالكفر والإلحاد إنما يريد أن ينير لكم طريق الحق ويهديكم سواء السبيل. جمل براقة جميلة، كم قبضت فيها أيها الكلب العجوز؟ أي أتضربني أيها المجرم العلمين؟ وسأضربك وسأضربك، خذ. أي لن أترك الباب، لن أترك الباب، إن شئتم اكسروه أو حطموه. أتريد منا أن نحطم باب ضريح ولي من أولياء الله؟ أي لن أفتح الباب، لن أفتح الباب. الله أكبر الله أكبر. اترككم اتركوا اتركوا يا عبد الرحمن، نحن قادرون على أن نردهم على أعقابهم خاسرين نادمين. أيها الإخوان، أيها الإخوان، إن الكفرة الملحدين لا يستحقون منا أي عطف أو شفقة، فلنقضي عليهم ولنسحقهم من الوجود، فلنذهب جميعا إلى حقولهم وبيوتهم نحرقها وندمرها. هيا بنا هيا هيا هيا، سنحرقهم وندمرهم، سنحرقهم وندمرهم. هيا هيا، وسنبدأ بإمامهم السيد مشرفة. إلى بيت السيد مشرفة. إلى بيت السيد مشرفة. سيدتي سيدتي، ماذا وراءك يا عوف؟ وما هذه الجلبة والضوضاء؟ ماذا يريد هؤلاء الفلاحون؟ إنهم قادمون إلى هنا يا سيدتي. قادمون إلى هنا؟ وعقدون العزم على إشعال النار في بيتكم. أين ذهب زوجك يا سيدتي؟ أين ذهب السيد مشرفة؟ يا للمصيبة، لقد توجه منذ صباح الباكر إلى دمياط وهو على وشك العودة الآن. وماذا نحن صانعون؟ كيف نتصرف؟ يا للمصيبة، لطالما نصحته بألا يتدخل في شؤونه معاداته. أين هو الآن ليرى نتيجة إصراره وعناده؟ أين هو ليرى الخراب الذي سيجلبه لنا ابن تيمية ومذهب ابن تيمية؟ سيدتي ليس هذا وقت الكلام، إنهم يقتربون. وماذا عساي أن أفعل؟ ماذا عساي أن أفعل؟ لابد أن تخرجي إليه. أخرج إليهم؟ نعم، فأنت وحدك التي تستطيعين أن تخمدي ثورتهم. يكفي أن تواجههم سيدة حتى يخجلوا من أنفسهم ويتراجعوا. إن معنى ذلك أنني سأخمد نارا وأشعل نارا أخرى بيني وبين زوجي، فأنت تعلم تقاليد السيد مشرفة، إن خروجي إليهم معناه لن يستطيع أن يفتح فمه، إنها مسألة حياة أو موت. لا أستطيع لا أستطيع. سيدتي لقد بدأوا يقذفون البيت بالحجارة، لا بد أن تخرجي إليهم قبل أن يشعلوا النار في البيت. ماذا تنتظري يا سيدتي؟ ماذا تنتظرين؟ يا إلهي يا إلهي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ اخرجي إليهم، اخرجي إليهم. يبدو أنني مضطرة إلى ذلك. ترى يسوى يا إخوان، هلا ليس من المجهولة أن نواجه سيدة بمفردها. هذه حيل لن تخيل علينا، لقد اختطفوا شرفة وسطر لنا زوجته. يا للعار يا للعار، هذا هو الذي تعلمه من ابن تيمية؟ أرأيتم أيها الإخوان، أرأيتم كيف تتصرف الرجال؟ سيدتي نحن لن نأتي إلى هنا من أجلك ولا
لكننا جئنا لمقابلة السيد مشرفة. نعم يصد يدك على الموضوع وليخرج هو إلينا. إن زوجي غائم عن البيت ولا يوجد سواي أنا وأبنائي، فإن كان من الشهامة والرجولة أن تواجهونا بمفردنا فهو باب الدار مفتوح أمامكم، افعلوا ما شئتم. هيا بنا. أبو عبد سيدة سنعود إليه بعد عودته، إنه لن يستطيع الهرب. هيا يا إخوان، هيا بنا، هيا بنا، هيا بنا. لقد امتهنت، لقد امتهنت وأرقت ماء وجهي. يا سيد مشرفة اسكتي، لا تنطقي بكلمة. منذ متى تخرج نساء مشرفة لتقابل الرجال؟ لقد كنت مضطرة، ماذا كنت تفعل لو أنت مكاني؟ قلت لا تنطقي بكلمة، لا تنطقي بكلمة. هل ارتكبت جرما؟ لقد أنقذت البيت من الحريق والدمار. بل لقد مرقت وجهي في الوحل والطين ولطخت اسمي وأكل الناس وجهي. هذا هو جزائي. بل أنت تستحقين القتل والموت، القتل والموت. هذا كثير كثير. لن تقوم صلة بيني وبينك بعد اليوم، لن تقوم صلة بيني وبينك. إني أحلك من رباطي. أتحلني؟ أنت طالق، طالق، طالق. تحزن يا شيخ كامل، فأنت لست أول واعظ تفصله الوزارة، لقد فصلوا من قبلك معظم وعاظ الناحية. وآخر هذا الظلم يا سيد مشرفة. الله معنا والحق معنا، لا تيأس يا شيخ كامل. ولكن لا تحمل هما، أنا أعلم بما يدور في رأسك. سأدفع لك راتبك الشهري أسوة بكل زملائك الذين فصلتهم الوزارة. وما ذنبك أنت يا سيد مشرفة؟ لقد اعتنقنا مذهب ابن تيمية عن فهم، لماذا تحمل نفسك كل ذلك؟ بل مسؤول عن كل ما يصيبكم من أضرار. أطال الله عمرك يا سيد مشرفة. عندما يعود وكيل أعمالي من المركز سأصرف لكم تعويضا عن زراعتكم التي أحرقها لكم الفلاحون وأتلفوها. الله يجزيك عنا خير الجزاء يا سيد مشرفة. المهم أن نظل ثابتين على مبدأنا ونكافح حتى نقضي على هذه الخرافات الدينية التي تسيء إلينا وإلى كرامتنا. ها هو وكيل أعمالي قد حضر، أرجو أن يحمل إلينا أخبارا سعيدة. سيدي لقد تأخرت يا أحمد، وأنت تعلم أن علينا واجبا نحو وعاظ القرية. هل يسمح سيدي أن نؤجل هذا الموضوع قليلا؟ بل هو أهم ما يشغل بالي، ناولني دفتر الشيكات يا أحمد. سيدي ماذا بك يا أحمد؟ أقول ناولني دفتر الشيكات. سيدي لا بد أن أصارحك. تصارحني؟ نحن في مأزق، مأزق كبير يا سيدي. مأزق؟ عن أي شيء؟ تكلم يا أحمد، تكلم. هل الأمر يتعلق بالبورصة؟ تماما يا سيدي. ماذا جرى يا أحمد؟ لقد خسرنا كل شيء، كل شيء. ماذا تقول؟ لم نعد نملك مليما واحدا، بل وأصبحنا مدينين بأكثر من 20,000. أحمد هل ضاعت أموالي كلها؟ كلها؟ يا للخراب، يا للخراب. تفضل تفضل إلى الداخل يا أستاذ حسن. بل أريد أن أجلس قليلا هنا في الحديقة يا نفيسة. ألا تريد مقابلة والدي؟ لست أدري يا بنيتي الصغيرة، يهيأ إلي أنني لن أحتمل هذا الموقف. عن أي شيء تتكلم يا أستاذ حسن؟ لقد خسرنا القضية يا بنيتي،
ولم يعد هناك أمل في استرداد أي مبلغ من المال. هل أوقظ والدي؟ لا لا لا، انتظري قليلا يا بنيتي. تعالي يا نفيسة، تعالي يا صغيرتي، اقتربي. أريد أن أسألك عن أي شيء يا أستاذ حسن. ألم تسمعي أحدا يخاطب والدك في هذا الموضوع قبل أن يدخل وينام؟ إنني أتمنى أن يكون أحد غيري قد أبلغه بالخبر، إن ذلك يزيح عبئا ثقيلا عن كتفي. لا أعتقد. تذكري جيدا يا بنيتي. لم أسمع شيئا يا أستاذ حسن، ولكني لاحظت. لاحظت ماذا؟ قولي يا نفيسة. لاحظت أنه انفرد بوكيل أعماله بعض الوقت، خرج بعدها إلينا مطرق الرأس عابس الوجه. ألم يتحدث إليكم؟ نعم، لقد نادانا جميعا، أنا وإخوتي علي وعطية ومصطفى وحسن، وبدأ يكلمنا ويسدي إلينا النصح بطريقة لم نتعودها منه قبل، وكانت عيناه تلمعان، وكان يلتقط أنفاسه وهو يوجه الكلام إلى أخي علي ويقول له: أنت حساس وخجول يا علي، وتميل بطبعك إلى الكتمان، نصيحتي إليك يا بني ألا تستسلم للحزن والانفعال، وأن تأخذ الأمور ببساطة وتؤمن بقضاء الله في كل أمورك. ثم أطرق برأسه ليخفي دمعة برزت في عينيه، وفجأة أجهش بالبكاء. إذن هو علم بكل شيء، مسكين يا سيد مشرفة. وبعد ذلك ماذا حدث يا بنيتي؟ ماذا حدث؟ عندما حاولنا أن نستوضح منه السبب في بكائه، طمأننا بكلمات قليلة وحاول أن يبتسم ابتسامة أثرت فينا أكثر من بكائه، ثم قبلنا جميعا وقال لنا إنه متعب قليلا ويريد أن ينام، ثم ذهب إلى حجرته، وقبل أن يغلق الباب استدار ليلقي علينا نظرة طويلة كلها عطف وحنان، ثم أغلق عليه الباب. وهل مضى عليه وقت طويل وهو نائم في حجرته؟ منذ الصباح الباكر. الصباح الباكر، غير معقول يا بنيتي، هل قام من النوم لينام مرة أخرى؟ لا أفهم. اذهبي اذهبي يا نفيسة واطمئني على والدك. انتظري انتظري، سأحضر معك. أبي 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 أبي. لا حول ولا قوة إلا بالله، تشجعي يا بنيتي، هذا هو قضاء الله. لقد مات أبي، لقد مات أبي. جديدة، جديدة تماما، لن يدرك أحد أنها قديمة. انظر يا علي، لقد قمت بتنظيفها وكيها، ستكون فيها مثل الزهرة اليانعة. أشكرك يا جدتي العزيزة. كل عام وأنت بخير يا بني. وأنت بخير يا جدتي. هيا يا حبيبي قم وارتدي حلتك، كل مناي أن أراك سعيدا في أول أيام العيد. لا تحملي همي يا جدتي، فأنا لا ألقي بالا إلى مثل هذه الأمور، لا الحلة الجديدة ولا الدنيا كلها تعودني عما ذهب، فلقد ذهبت أمي وتزوجت بغير أبي، ولقد مات أبي وضاعت أموالنا كلها، حتى دميات الحبيبة لم يعد لنا عيش بها،
وها نحن نهاجر إلى القاهرة وكأننا غرباء على الحياة فيها، لا نملك سوى تلك الحجرة المظلمة وذلك المستقبل القاتم المجهول. علي ولدي، إن آفاق المستقبل مفتوحة أمامك وهي مليئة بالنور والأمل، تماما مثل هذا اليوم المبارك. إن هذا المستقبل هو الشيء الوحيد الذي يخيفني يا جدتي. بل كان أولى بك أن تؤمن به وتستبشر خيرا من ورائه، فإنك متفوق على أقرانك في دراستك وترتيبك الأول دائما الأول على القطر كله. وهذا هو مصدر قلقي يا جدتي، إن حرصي على هذا التفوق في مثل هذه الظروف القاسية يشعرني دائما بقسوة الصراع الذي ينتظرني. عليك بالصبر يا بني، ستمر الأيام سريعا وستنال كل ما تحلم به. نلت شهادتك الابتدائية في العام الماضي، وها أنت تمضي في دراستك الثانوية بهذا التفوق الساحق الذي يحسدك عليه الجميع. يحسدني؟ إن هذه الحياة تافهة، تافهة يا جدتي، ولا أرى فيها شيئا يستحق الحسد. لا أحب أن أسمع منك هذا الكلام يا علي، أستحلفك بالله يا ولدي أن تقلع عن هذه النظرة القاتمة. لقد تراكمت سنون العمر بكل ثقلها فوق ظهري، وأنا محنية تحت وطأة الصراع الطويل. غفرانك يا جدتي، غفرانك. سأعود لك كل ما تضحين به من أجلنا، سأعوده لك يا جدتي. تستطيع أن تعوضه للآن يا علي. ليتني أستطيع، ليتني أستطيع. إن ابتسامة واحدة أراها بعيني على شفتيك هي أعز ما تعوضني به يا ولدي. هذه الابتسامة ستجدد شبابي وقوتي وعزيمتي. سأبتسم يا جدتي وأمي وأبي وكل شيء لي في الوجود. حالك الآن يا علي؟ الحمد لله أنا بخير يا جدتي. هل تناولت الدواء يا ولدي؟ نعم نعم يا جدتي. الأطباء ينصحونك ببعض الراحة يا بني، ألا أعطيتني هذا الكتاب وقمت لتنام بعض الوقت؟ ليس الآن يا جدتي، أستطيع أن أواصل الاستذكار ساعة أخرى، لم يعد هناك سوى أشهر قليلة على الامتحان. لا تكن عنيدا يا علي، يكفي هذا المحصول الليلة، أعطني هذا الكتاب. لا لا أتركه، أترك الكتاب. علي ولدي، قلت أترك الكتاب. مستحيل مستحيل. علي أرجوك 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 يا جدتي، اتركيني 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 جدتي. نفيسة، لقد تشنجت يداه يا نفيسة، تشنجت وهي تقبض على الكتاب. أتوسل إليك يا جدتي، اتركيني وحالي، لا تحرميني من ملاذي وحماي، اتركيني، لقد كنت أحلم أن أكون رجلا عظيما. ستكون كذلك بإذن الله يا ولدي. اتركيه يا جدتي اتركيه. لك ما تريد يا ولدي، لك ما تريد. سيدتي، أنا آسف جدا، لم يعد الأمر بيدي. ماذا تقول يا دكتور؟ هل عجز الطب عن شفائه؟ تلك هي الحقيقة للأسف. مستحيل مستحيل يا دكتور، لابد أن تفعل شيئا، لابد أن يبرأ علي من مرضه. لم يعد هناك سوى شهر واحد على امتحان إتمام الدراسة الثانوية. سيدتي، إن حفيدك ضحية آلام مكبوتة في أعماقه،
ولا تجد متنفسا. والعمل يا دكتور والعمل، إن علي إذا لم يبرأ من مرضه سريعا ستكون كارثة تقضي عليه إلى الأبد. فليس المطلوب أن ينجح فقط، بل لابد أن يكون الأول، الأول على القطر. عليك أن تبحثي يا سيدتي، فأنت وحدك التي تستطيعين إنارة الطريق أمامنا. لابد أن نعرف كل شيء عن حياته وعلاقاته حتى يمكننا أن نهتدي إلى سر مرضه. حياته؟ علاقاته؟ لا أفهم، لا أفهم. أيمكن أن يكون فراق أمه هو السبب؟ ولم لا؟ كل شيء جائز. ولكن يا دكتور، لماذا لم يأبه بذلك قبل الآن؟ لماذا يا دكتور؟ لماذا؟ على العكس، الدلائل كلها تشير إلى أنه كان دائم التأثر والانفعال، ولكن في كبت وكتمان، وكان من نتيجة ذلك أن انهارت مقاومته تماما، فكان هذا الانطواء وكان هذا الانهيار. حاولي أن تفعلي شيئا يا سيدتي، فالعلاج والدواء في أيديكم. شكرا، شكرا يا دكتور. أرجو أن توفقي يا سيدتي في مهمتك، طاب مساءك. مع السلامة، مع السلامة يا دكتور. جدتي، لابد أن تساعدنا يا علي. لم يبق على الامتحان سوى شهر واحد يا بني. لقد انتهى كل شيء يا جدتي، لن أدخل الامتحان. لم يعد في ذهني سوى ظلام وفراغ ويأس. لم أعد أدري من أكون ولا أي شيء سأكون. أنا بائس، بائس. علي، لماذا لا ترحم جدتك المسكينة يا ولدي؟ أنسيت ما قلته لي يوما بأنك لن تستطيع مكافأتي على صنيعي مهما فعلت؟ أهذا هو الطريق إلى وعدك لي يا علي؟ سامحيني يا جدتي، سامحيني، لم يعد الأمر بيدي. لو علمت أمك بحالك ستقتل نفسها يا علي. أمي؟ لا لا، دعيها في حالها، لا تعكري صفو سعادتها. سعادتها؟ لو تعلم مدى ما تلاقيه أمك في حياتها من عذاب وشقاء لرثيت لحالها وبكيت على مصيرها. أمي في عذاب، أمي في شقاء. وأي عذاب وأي شقاء يا ولدي، ولكنها صابرة، صابرة من أجل شيء واحد. أمي صابرة من أجل مستقبلك ومستقبل إخوتك. مستقبلي؟ أنا لا أفهم شيئا، لا أفهم شيئا. إنها لا تريد أن تضيف إلى أعبائنا عبئا آخر بانضمامها إلينا. عبء؟ تقولين عبء؟ وإذا أقنعتها بأن هذا الذي يراودها ليس إلا وهما وخيالا، إذا أقنعتها بأن غيابها عنا هو الذي سيهدم مستقبلنا ويحطم حياتنا، فهل تنضم إلينا يا جدتي؟ هل تنضم إلينا؟ بكل تأكيد يا ولدي، بكل تأكيد، بل سيكون ذلك بمثابة نجدة لها من آلامها وأحزانها. يا إلهي، يا إلهي، ما أسعدني بتلك الكلمات، ما أسعدني بها يا جدتي. أكتب إليها يا علي، أكتب إليها يا ولدي. نعم، سأكتب يا جدتي، وسأبعث إليها بخزين الدموع المكبوتة في أغوار قلبي. جدتي، لقد بدأ النشاط يدب في جسدي والأمل يسري في عروقي. ولدي، لأول مرة يشعر قلبي بالحياة وأرى النور بعيني. لم يعد هناك ظلام ولا أحزان ولا دموع. ستعود أمي، ستعود أمي. والدتي العزيزة، لقد كتبت إليك كثيرا ولا أذكر أني صدقت القول لك مرة واحدة. لقد كنت أصف لك سعادتي وهناء بالي بيد اليمنى، وبيد اليسرى أمسح الدموع التي كانت تسيل وتشهد على زيف قولي وكذب. لقد كنت أخشى أن تكتذبك الحقيقة إلينا،
وتحرمك من سعادة توهمتها في خيالي. أما الآن وبعد أن عرفت كل شيء فلم يعد أمامي سوى الحقيقة أذكرها لك. إن الحياة بدونك غيم وضباب، أقسم لك يا أمها، أقسم لك إنها لكذلك. وكأني طير غريب، مقصف الريش، مكسور الجناح، لا أجد ما ألتقطه سوى الشوك والحصى، ولا أملك سوى نغمات حزينة وصيحات مكتومة. إن كلماتك الغالية التي تصلني بين آن وآخر هي الشيء الوحيد الذي يربطني بالحياة، وها أنا ذا أحتفظ بها أمام عيني دائما دائما لأقرأها وأعيد قراءتها، فأرتشف منها قشور السعادة والهناء. فبين سطورها أشاهد صورتك الحبيبة إلى نفسي، وأرى النور الذي يبدد ظلام الحرمان من قلبي، والحنان الذي يطفئ النار المستعرة في جوانحي. هذه الصورة أعيش عليها يا أمه، وبدونها لا أرى شيئا في هذه الحياة. وعندما يفيض بي الألم يدوي في قلبي نداء إليك، ليتك تسمعينه يا أمه، نداء لا يلبث أن يتحول إلى صدى عندما يرتطم بصلنا وتدور بي الدنيا، ولا أجد سوى هذا الفراغ أسند إليه رأسي وأشكو إليه همي. كم تمنيت لو أسندت رأسي مرة إلى صدرك الحنون، وأغمضت عيني على حلم جميل من الحب والحنان. إني أكاد أشعر بأناملك الرحيمة وهي تتخلل شعيرات رأسي، فتغرقني في لحظات من السعادة أذيب فيها آلامي وأحزاني، وأبدد فيها قلقي وخوفي، وأمسح بها دمعة تجري من عيني. لحظات غالية أهفو إليها يا أمه، فأنت أمي وأنت الحياة. ابنك البار علي، ولدي علي، أنا قادمة إليك يا حبيبي، قادمة بكل روحي وشوقي وسنين عمري. سأعيش معكم يا ولدي، ولن أكون عبئا عليكم، سأجعل من سعادتكم الماثلة أمام عيني كل زادي وقوتي. ولدي، أنا قادمة إليك يا حبيبي. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب انصر ولدي علي، واكتب له النجاح، ورده إلي معززا منصورا. يا رب. سعاد، هيا يا بنيتي، الغداء جاهز على المائدة. لست جائعة يا أمه، سأنتظر علي حتى يعود. إن علي قريب منا يا بنيتي، كلها دقائق ويعود بالجريدة حاملا إلينا البشرى إن شاء الله. يا رب. اطمئني يا بنيتي، نجاحه مضمون إن شاء الله، فلكم أسترت فيه عودتك إلينا، ولكم أمدته بالقوة والأمل. لست أدري لماذا أنا قلقة عليه يا أمه. مبروك يا أمه. علي. الله نصرني يا أمه، نصرني نصرا كبيرا. مبروك يا علي، مبروك.
ألف مبروك يا ولدي. بل أنت الأولى بالتهنئة، أنت الأولى بالتهنئة، أنت وجدتي، فالفضل كله يرجع إليكما. أما أنا فسأهنئك على شيء آخر أستطيع أن أتنبأ به، فهذه الفرحة العظيمة التي تبدو عليك تحمل معنى آخر. يا جدتي ما أصدق قلبك، أنت لم تنجح فقط يا علي، لكن لابد وأن تكون. نعم نعم يا جدتي، الأول، الأول على القطر كله والحمد لله. الأول على القطر، ألف حمد وشكر لك يا رب. أنا سعيدة، سعيدة، بل أنا أسعد إنسانة في الوجود يا حبيبي، يا حبيبي. أمي والدي. من بالباب؟ أمي؟ أما زلت تستذكر يا علي؟ ولكن ما الذي أيقظك في تلك الساعة يا أماه؟ لقد شاهدت النور في حجرتك. أماه لماذا تبرحين الفراش وأنت ما زلت مريضة؟ الساعة أوشكت على 5 صباحا يا ولدي، يجب أن تستريح بعض الوقت. اطمئني يا أمي، اطمئني، إنني أستطيع مواصلة العمل ساعة أخرى. أرجوك عودي إلى فراشك، أنت ما زلت متعبة. ألا يكفي ذلك يا علي؟ إنه امتحان التخرج يا أمي، والأمر يستلزم بعض التعب، وبعد ذلك ستزول متاعبنا وآلامنا وستبتسم لنا الدنيا إن شاء الله، إن شاء الله. لكن أمامك عمل في الصباح يا بني، ولقد مضى عليك أسابيع طويلة وأنت على هذا الحال يا علي، لماذا؟ طيب ليكن لك ما تريدين، هيا إلى الفراش يا أمه، هيا استريحي يا أمه، استريحي. الحمد لله. أتوسل إليك، لا تشغلي بالك بي، فأنت ما دمت بخير فتأكدي أنني قادر على كل شيء، حتى على أن أعيش بغير نوم أو طعام أو شراب. يا حبيبي، أمي، يا حبيبي، أنت لا تعلمين مدى ما أستمده من حبك وحنانك، إنهما الطعام وشرابي ونومي وراحتي، وإن كنت تريدين الخير لي حقا فلا أقل من أن تحافظي على صحتك وسلامتك من أجلي يا أماها. وقلبي علي، قلبي كيف أصونه من قلقي وخوفي وأنت تزبل كل يوم أمام عيني؟ معهد في الصباح ودروس خصوصية في الظهيرة والمساء، ثم انكباب على الدرس طيلة الليل، هذا كثير 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 يا علي. ليت كان بوسعي أن أصنع أكثر من ذلك، لا بد أن أدبر لك تكاليف العلاج والمسكن الصحي الذي نصحنا به الأطباء يا أمي. لا 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 يا علي، لا لا، أنا بخير يا ولدي، ولست في حاجة إلى أي مسكن آخر، لا تشغل بالك بهذا الموضوع يا علي أرجوك. بل أنت أول وآخر ما يشغل بالي، يشغله قبل أي شيء آخر، قبل روحي، قبل عمري، قبل حياتي، فأنت ذلك جميعا، ولا عيش لي بدونك يا أمي. أتوسل إليك يا ولدي، أتوسل إليك، لا تخيب رجائي، اليوم هو أول أيام الشهر عندما تتسلم أتعب الدروس الخصوصية، اذهب من فورك لتشتري معطفا يقيك البرد، ثم لا تنسى أن تعرض نفسك على الطبيب يا علي ليصف لك ما يلزمك من دواء. بل ما يلزمك أنت أولا وقبل كل شيء، الدواء والشرطة الصحية. أرجوك يا بني، لا تعذبني أمي، لا تعذبني أمي،
الدنيا تظلم في عيني علي. اهدئي قليلا، لقد أجهدت نفسك بالكلام، اطمئني أنت واستريحي. أنا بخير بخير يا ولدي، بخير 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 إن شاء الله يا أمي العزيزة. في حل التمرين يا أستاذ علي؟ أجل، لقد تقدمت كثيرا يا ثريا، وأرجو أن تظلي هكذا. لم يبقى سوى تمرين واحد لم أستطع حله. أي تمرين؟ تمرين رقم 7. لقد فشلت تماما في إثبات تكافؤ هذين المتوازيين. حسنا، لحظة حتى أقرأ. ما أسرعك يا أستاذ علي في حل التمارين؟ نظرة واحدة وفي ثوان تكون قد وصلت إلى الحل. ليس في تلك المرة يا ثريا. يبدو أنني متعب قليلا، سنحاول معا. ارسمي المثلثين هنا. أي مثلثين يا أستاذ علي؟ إنهم متوازي أضلاع. الأفضل أن نؤجله للغد، يكفي ذلك الليلة. أستاذ علي، هل تشعر بأي شيء؟ لا أبدا أبدا، مسألة إجهاد فقط. أنت تعلمين أن امتحان تخرجي لم يبقى عليه سوى أسابيع قليلة. قلوبنا ودعواتنا معك يا أستاذ علي. أشكرك يا ثريا. أبي. مساء الخير يا ثريا. مساء الخير يا علي. أهلا بك يا دكتور. كيف حال تلميذتك الآن؟ لا اطمئن يا دكتور، ستنجح بتفوق إن شاء الله. إيه، أراك تستعد للانصراف. نعم، لقد انتهينا من درس الليلة. وكيف حال والدتك الآن؟ هل تحسنت على آخر العلاج؟ سأصرفه الآن في طريقي. أرجو أن تتحسن عليك. شكرا يا دكتور، شكرا. وأنا تحت أمرك في أي لحظة يا علي. هذا عطف كبير يا سيدي، أستأذن. مع السلامة يا علي. علي، إن يدك تغلي من الحمى، هل تشعر؟ لا أبدا أبدا يا دكتور. بل أنت تنتفض من الحمى يا بني. أبدا. وهذا السعال، هذا السعال منذ متى؟ منذ متى بدأ؟ ربما من ثريا. ناوليني سماعة بسرعة. حالا. بسرعة. استرح هنا يا علي. استرح يا بني. شكرا يا دكتور، شكرا. السماعة يا أبي، عن إذن. استلقي يا علي، استلقي. اخلع الملابس عن صدرك. شهيق. شهيق شهيق. الى هذا الحد تهمل في نفسك يا علي؟ هل هناك الى شيء؟ هذا الحد يا بني، هل هناك شيء في صدري يا دكتور؟ انت يا بني مصاب بالتهاب رئوي حاد، ويلزمك العلاج السريع والراحة التامة. لا بد أن تتناول هذا العلاج بأسرع ما يمكن، بأسرع ما يمكن. ها؟ هل هناك؟ اطمئن 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 يا بني، ستمر الأزمة بسلام إن شاء الله. أشكرك. سعيد مساء يا دكتور. مع السلامة علي. علي. نعم. أنا أعلم أنك رياضي، ولكن هذا لا يمنع أبدا من أن تضاعف الملبس، ها؟ على الأقل في هذه الظروف المرضية، ها؟ أمرك يا دكتور. مع السلامة، مع السلامة يا ولدي. ها، لماذا أطرقت يا أستاذ علي؟ في الواقع يا عم محمود، أنا لم أعمل حسابا لكل ذلك. كنت أظن أن المطلوب مقدما هو إيجار شهر واحد فقط. هذا هو المفروض، لكن بعض الملاك يشترطون إيجار شهرين، ماذا نصنع لهم؟ فكر جيدا يا أستاذ،
فالشقة ممتازة وصحية ولن تعوضها. اسمع يا عم محمود، كل ما أملكه الآن هو مبلغ 10 جنيهات، مضطر لحجز 5 منها ثمنا لدواء لي أنا ووالدتي، فإن كان من الممكن. لا تحمل هما يا أستاذ، بسيطة، ادفع 5 الآن وسأدبر الأمر بنفسي. أشكرك، أشكرك يا عم محمود، تفضل. أنا محسوبك يا أستاذ علي. أشكرك، سأنصرف الآن يا عم محمود. ألا تنتظر القهوة؟ لا لا، أشكرك، أشكرك، أريد أن ألحق بالصيدلية قبل أن يفلت الوقت. أمرك يا أستاذ، مع السلامة. كم تبلغ قيمة هاتين التذكرتين من فضلك؟ لحظة واحدة من فضلك، حتى أنتهي من تركيب الدواء الذي بيدي. حسنا، تحت أمرك يا عزيزي، تفضل. التذكرتان تكلفان 7 جنيهات. 7 جنيهات، وكم تبلغ قيمة هذه التذكرة وحدها؟ 4 جنيهات ونصف يا عزيزي. حسنا، لنكتفي بها الآن. كما تحب، لحظة واحدة من فضلك. الدواء يا عزيزي. شكرا. استرح، استرح هنا من فضلك. أي عون يا عزيزي؟ لا شيء، لا شيء، أشكرك. بل أنت في غاية الإجهاد. أبدا أبدا، ناولني الدواء من فضلك. أشكرك. تفضل. أشكرك، مع السلامة يا عزيزي. نفيسة، نفيسة، أدركيني يا منياتي، أدركيني يا منياتي. أمي. علي، علي، أريد، أريد أن أرى علي، ابحثوا لي عنه في كل مكان. اطمئني يا أمي، سيعود حالا إن شاء الله. لم يعد هناك سوى الحصاد، وينتهي كل شيء، كل شيء يا نفيسة. أريد أن أرى علي. أين خير يا أمي؟ ناوليني نقة الكرامين يا نفيسة، أريد أن أعيش، أريد أن أعيش حتى يعود ولدي. لألقي عليه، لألقي عليه النظرة الأخيرة. حالا، حالا يا أمي. علي ولدي، ها هي نقط الكرامين، اعتدل قليلا يا أمي. لا، لا أستطيع، لا أستطيع يا بنيتي، لا أستطيع. آه، اسندي رأسك على يدي. تشجعي يا أمي. لا 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 لا، أريد الكرامين، أبعدي، أعيدي مكانه يا نفيسة. أتوسل إليك يا أمي، لا تضيعي الوقت، اشربي، اشربي. لا لا لا، لا تتعبيني يا نفيسة، أرجوك، أرجوك. لن يصنع الكرامين شيئا، يجب أن تنتهي الأمور بسرعة. أفضل أن أموت قبل أن يعود علي، إن موتي بين يدي سيسبب له ما لا يقدر على اعتماده. لا لا، ستعيشي، ستعيشي. علي، علي يا بنيتي، لا تبخلي علي بعطفك وحنانك. هو علي ولدي. كيف حالك؟ اسرع يا علي، اسرع. امي، امي. ولدي، اقترب، أنت بخير يا أمي. اقترب يا ولدي، أنت بخير. ها، ها هو الدواء، لقد أحضرته لك بالكامل. ناوليني الكوب يا نفيسة، بسرعة. هاتي، هيا اشربي، اشربي يا أمي. علي، أين المعطف الذي وعدتني به يا علي؟ أمي، اشربي، اشربي يا أمي. لقد وعدتني اشربي يا أمي، اشربي. لقد انتهى كل شيء أمي، انتهى كل شيء.
الله أمي. لا أمي. لا أمي. لا. ليس أمي. أمي عودي إلى الحياة. أمي لقد أحضرت لك الدواء واستأجرت لك الشقة الجديدة. أمي عودي إلى الحياة. أمي إلى الحياة. علي نفيسة، وآخر كل ذلك يا علي، لم يعد هناك سوى أيام قليلة على الامتحان، وأنت لا تكف عن الشرود بفكرك ولا تلقي بالا إلى كتابك المغلق. وهل هناك الآن فرق بين النجاح والفشل؟ إنهما يتساويان الآن في نظري تماما. هذا هو قضاء الله يا علي، ليس بيدنا شيء نصنع. وكيف أشعر بانتصاري أو نجاحي وأنا لا أجد الإنسان الذي يشعر به أو يفرح له؟ لقد ذهبت أمي وذهبت معها كل أحلامي. إذن أنت لا تشعر بما أتمناه لك من خير وسعادة يا علي. سامحيني يا أختي، سامحيني، أنا لم أكن أقصد ذلك، لكنها صورة غالية لا أستطيع نسيانها. لا أستطيع نسيانها. بل يجب أن تنسى من أجل مستقبلك، من أجل مستقبلك. أعذريني يا أختي، فأنا ما شعرت قط بسعادة لنجاحي أو انتصاري إلا عندما كنت أراه وهو يفيض دموعا على صفحة وجهها الصافية، وهي تستقبلني بين ذراعيها الحانيتين وينساب في سمعي صوتها المتهدج المبحوح في لحن حالم جميل، وهي تقول: مبروك مبروك يا علي. كلمات غالية كانت تثلج فؤادي وتشرح صدري، وكانت هي الأمل الذي يشدني بقوة إلى كتابي، والوسام الذي يطوق كل سطر أقرأه وكل كلمة أستوعبها. أما الآن فلم تعد هناك ألحان، ولم تعد هناك أوسمة، ولم يعد هناك أمل. علي، كيف تنسى آخر كلمات تفوهت بها أمك؟ كيف تقبل ألا تحقق لها رجاءها الأخير؟ كيف تقبل أن... لم أنس شيئا يا نفيسة، بل هي تتردد الآن في سمعي، كلماتها تتردد الآن في سمعي. امض في طريقك يا علي، الله معكم. سأمضي في طريقي يا أماه، سأمضي 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 سأمضي. سيدي، أنا لا أعارض طلبك، فأنت عميد مدرسة المعلمين العليا وطلباتك لها تقدير عندي. شكرا يا معالي الوزير. أريد أن أستوضح الأمور فقط. لماذا ترشح هذا العام الأول والثاني معا للبعثة الدراسية لإنجلترا؟ إن سياستك طوال الأعوام الماضية هي ترشيح الأول فقط. إن ذلك يرجع إلى سبب هام يا معالي الوزير، سبب هام جدا، هو أن ثاني الخريجين هذا العام هو الطالب النجيب علي مصطفى مشرفة. وما الذي يميز هذا الطالب عن أقرانه من سواني الخريجين في الأعوام السابقة؟ إنه شيء آخر يا معالي الوزير، ويكفي أن أكرر لمعاليكم أن حرمان هذا الطالب من البعثة سيكون معناه حرمان الإنسانية بأسرها من نصر كبير وكسب عظيم. الواقع أني لا أفهم شيئا. إن كان الأمر كذلك، فلماذا لم يتفوق على أول الخريجين ويحتل مكانه؟ السبب يا معالي الوزير أن هذا الطالب
لم يبذل لامتحان التخرج هذا العام سوى جزء صغير جدا من مجموع طاقته الذهنية الكبارة. أنا متأكد من ذلك وأستطيع أن أقطع به. والسبب؟ هو سبب خارج عن طاقته يا معالي الوزير. فهذا الطالب يتمتع بحساسية شديدة وعاطفة جياشة تركزت كلها في تعلقه الشديد بأمه وحبه الجم لها، ولقد أبى القدر إلا أن يصدمه في وفاة أمه قبل الامتحان بأشهر قليلة، وكان من نتيجة ذلك أن وقع المسكين فريسة لأحزان وآلام كادت تقضي عليه وتودي بمستقبله. ورغم كل ذلك فقد دخل الامتحان ونجح وتفوق. أرجوك يا معالي الوزير. لا 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 ترجوني، إن أمرا كهذا يجب أن يطلب بكل فخر وبكل إصرار. إذن أستطيع الآن أن أعتبره عضوا بالبعثة الدراسية لإنجلترا، وأرجو أن تبلغه عن لساني تهنئتي وتمنياتي القلبية الخالصة. أدام الله معاليكم زخرا للعلم وطلاب العلم. والآن أستأذن معاليكم في الانصراف لأعلن الخبر. مع السلامة. حسن، ما الذي أصابك يا حسن؟ الدم يسيل بغزارة من رأسك. نفيسة، لقد قبض الإنجليز على شقيقنا عطية. عطية أخي، لقد باغتونا ونحن نهتف لسعد باشا، وقبضوا على معظم المتظاهرين بعد أن أوسعونا ضربا ولكما، ولكن استطعت أن أفلت بأعجوبة. وأين ذهبوا بعطية؟ أين ذهبوا به؟ خذ هذا المنديل وضمت به جرحك. أسيعي يا نفيسة، ليس هناك وقت، فتشي في أدراج عطية، مزقي كل الأوراق والمنشورات المنوية للإنجليز. الأوراق؟ منشورات؟ نعم بسرعة يا نفيسة بسرعة، إنهم في الطريق إلينا وسيقبضون علينا جميعا. ابحث معي يا حسن، إن رأسي تدور ولا أستطيع أن أقرأ شيئا. الإنجليز الإنجليز. امسح دموعك يا نفيسة، تصرفي بهدوء وكأن شيئا لم يحدث على الإطلاق. إياك أن تفقدي أعصابك. حسن اختفي، حسن اقفز من النافذة. لا لا، بس اختبئ هنا تحت هذا المقعد، إنه مكسور. سأختبئ تحته، لن ينظروا إلي. بسرعة بسرعة يا حسن. لا تتحركي وإلا صرعناك فورا بالرصاص. هيا فتشوا البيت، لا تتركوا فيه شبرا واحدا. تقدمي هنا أيتها الصبية. ماذا تريد مني؟ لا تخافي لا تخافي يا أنسة، نحن أصدقاؤكم، لا تسيء الظن بنا. ابتعد عني ابتعد عني. أنت شقيقة الطالب عطية مشرفة، أليس كذلك؟ نعم. وأين بقية إخواتك يا فتاة الصغيرة؟ أين مصطفى وحسن وعلي مشرفة؟ إن حسن، إياك أن تكذبي، فنحن نعرف كل صغيرة وكبيرة. والآن هيا أخبريني عن مكان إخوتك، تكلمي. إن حسن ومصطفى بالخارج ولم يعودا بعد. أما شقيقي علي فهو في بعثة دراسية بإنجلترا منذ عامين. ما هذا؟ إنه مقعد قديم تماما كما ترى يا سيد الضابط. اسمعي يا أنسة، عليك أن تبلغي إخوتك بتسليم أنفسهم إلى مقر القيادة في بحر ساعتين من الآن، وإلا حكمناهم غيابيا ووقعنا عليهم أقصى عقوبة. هل تفهمين؟ أقصى عقوبة. سأبلغهما عند عودتهم، سأبلغهما. هيا بنا هيا. سمعتي يا نفيسة؟ أسمعتي؟ ألم أقل لك أنهم سيقبضون علينا جميعا؟ يا للمصيبة، لقد أرسل علي رسالة من لندن يقول فيها إنه قرر قطع دراستي والعودة إلى مصر ليشترك في الثورة. لا مستحيل، إن عودته لن تفيدنا بشيء، بل ستكون خسارة كبيرة للوطن. أكتب إليه وحاول أن تقنعه يا حسن. سأكتب سأكتب إليه يا نفيسة. وأنت الآخر يا حسن، لابد أن تغادر القاهرة، لابد أن تبتعد عنها. بل سأبقى بها وسأناضل إلى آخر رمق في حياتي. ما أروع أن نستشهد في سبيلك يا مصر، يا وطني وروحي وحياتي. أو
على فكرة، أين المفاجأة التي وعدتنا بها يا ميسيس برين؟ آسفة جدا يا مستر بلاك، فالواقع أني لن أستطيع الوفاء بها. ولكنك لم تحدثينا عنها، أي مفاجأة هي يا ترى؟ هناك ضيف مصري عزيز يقيم معنا في البيت، وكنت أنوي تقديمه إليكم. لقد سمعنا عنه، وأين هو يا ميسيس بريدج؟ أين هو؟ للأسف لم يقبل مشاركتنا هذا الحفل، فهو كثير الانطواء ولا يضيع دقيقة واحدة من وقته. بل لابد أن نراه يا ميسيس بريدج، لابد أن يحضر إلينا، فكم أنا طواقة إلى رؤية أحد الأفريقيين. لكن لو حضر إلينا فمن أي باب يدخل؟ الأبواب كلها هنا لا يزيد ارتفاعها عن 4 أرباع. هل هو عملاق؟ لم أقصد، ولكن لابد أنه سيدخل إلينا ممتطيا جملا ضخما من جمال صحراء مصر. وهل ينام الجمل معه بالحجرة يا ميسيس بريدج؟ كفى كفى، يبدو أن الخمر قد لعبت برؤوسكم أيها السادة. هل غضبت يا ميسيس بريدج؟ وكيف لا أغضب وأنتم تجرحون شابا لا يمكن للعين أن ترى مثله في صفحات وجوه الملايين من شبابنا، شباب إنجلترا بأسره. وفوق ذلك فليس من الشهامة ولا من الأخلاق أن نمتهن الضيوف في بلادنا. أتمتهنين ضيوفك من أجل مصري يا ميسيس بريد؟ مستر بلاك، لو ذهبت إلى جامعة لندن أو إلى جمعية المناقشات الإنجليزية وسألت عن هذا الشاب، عن علي مصطفى مشرفة، فلا شك أنك ستخجل مما ارتكب في حقه الآن من إساءة. هل هو طالب في جامعة لندن؟ بل هو متفوق فيها على جميع أقرانه من أبناء إنجلترا، ولقد أذهل بتفوقه الساحق أساتذة الجامعة وأرغمهم على خشيته واحترامه. وجمعية المناقشات الإنجليزية، ما شأن مصري بها؟ بل هو رئيسها، رئيسها بالانتخاب. غير معقول، مصري يرأس جمعية المناقشات الإنجليزية؟ سيدتي، إن هذا الشاب يتكلم الإنجليزية بطلاقة أكثر مني ومنك، ويعرف من أدبنا ولغتنا ما لا نعرفه أنا وأنت. لا تغضبي يا ميسيس بريدج، لقد كنا نمزح. بل كان أقدر بنا أن نحني له الهامة ونذكر وطنه الذي أنجبه بكل تعظيم وإجلال. نعم، فمصر بلد عظيم ما دام فيها أمثال عالم شرفة. أسعدت مساء يا مستر علي. ميسيس بريدج، أسعدت مساء، لقد جئت في وقتك. ما أعذب هذا اللحن الذي كنت تؤديه الآن، وإن كنت قد أثرت دهشتي بانصرافك إلى الموسيقى على غير عادتك. أنا لم أكن أعزف لحنا يا ميسيس بريدج، ولكني كنت أنفث بعض ما تتأجج به نفسي من عواطف نحو وطني، وطني العزيز مصر. إن كفاحك هنا يا مستر علي لهو خير ما يمكن أن تقدمه لوطنك من خدمات. بالعكس، أنا لم أعد أرى هنا أي مجال أستطيع أن أشترك به في خدمة وطني. مستر علي، ألا تعتبر ارتقاء منبر العلم والمعرفة نصرا عظيما يشرف وطنك وبلادك؟ ثم كيف تستسلم لهذا الشعور وأنت لم يعد أمامك سوى عام واحد على نيل درجة البكالوريوس من جامعة لندن؟ بل أنا مضطر لقطع دراستي والاستعداد للرحيل. الرحيل؟ نعم. غير معقول، هل تمزح يا مستر علي؟ كيف تفكر في قطع دراستك في نفس الوقت الذي نتوقع فيه جميعا تخرجك بمرتبة الشرف الأولى؟ إن وطني ومصلحة وطني فوق كل اعتبار، وليست هذه الأرواح التي تزهق كل يوم على أيديكم في أرض وطننا بأقل شأنا من درجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة لندن. لابد أن أضحي وأشارك بروحي وحياتي في ثورتنا المجيدة. صدقني يا مستر علي، إن وطنك لن يستفيد من رحيلك إليه كما لو استفاد من بقائك هنا. هنا؟ هنا في بيت إنجليزي؟ في أرض إنجليزية؟ لا، مستحيل مستحيل، إن هذا الهواء الذي أستنشقه في بلادكم يسري في دمائي سما وحميما، وهذه الموسيقى ورنين الكؤوس التي تملأ لياليكم تتسرب إلى سمعي وكأنها صياط تهوي على جسدي فتمزقني تمزيقا، كأني أعاشر مجموعة من الشياطين اجتمعوا بعد سفك دماء الأبرياء ليشربوا نخب الدماء ويرقصوا على أصوات أنينهم وصيحاتهم. لابد أن أرحل، لابد أن أرحل. سامحك الله، أهكذا أصبحت تنظر إلي يا مستر علي؟ معذرة ميسيس بريدج،
أنا لم أعد أطيق المقامة هنا. مستر علي، صحيح أنا إنجليزية، ولكنني إنسانة قبل كل شيء. بل أنت تعلم جيدا ما ينطوي عليه قلبي من عطف على قضيتكم وتقدير لكفاحكم. كنت أعتقد أن العطف الذي أحطك به طوال العامين الماضيين كفيل بأن يبرئني من هذه التهم. لا تؤاخذيني ميسيس بريدج. أنسيت يا مستر علي؟ أنسيت ما تحملته من مسؤولية خطيرة حين أوحيت إليك بعنوانة الرسائل التي تأتيك من مصر باسمي حتى تفلت من الرقابة؟ أرجوك يا ميسيس بريدج. لا عليك يا مستر علي، فأنت معذور في كل كلمة قلتها، لكن نصيحتي إليك أن تمضي في طريقك، فمشاركتك في الثورة وتعرضك للموت لن يخدم القضية الوطنية، ولكن نجاحك في رسالتك العلمية هو الذي ستمتد آثاره إلى سنين طويلة وأزمان بعيدة. إنني أشكرك يا ميسيس بريدج، أشكرك. هذه الكلمات يا مستر علي هي خلاصة حب أكنه لك في أعماقي ودليل أخوتي الصادقة وإخلاص العميق. أنا حائر والدنيا تدور برأسي ولا أعلم أين الطريق ولا كيف أتصرف. رسالة من القاهرة يا ميسيس بريدج. شكرا. أي أخبار تحمل يا ترى؟ أرجو أن تجد فيها ما يطمئن بالك ويسعد قلبك. في أي شيء تفكر يا مستر علي؟ لماذا لا تفض الخطاب وتقرأه؟ كنت أسألك الغفران وأنا أنظر إلى هذا الاسم الكريم الذي عنون به الخطاب. اسمك يا ميسيس بريدج اسم أسأت إليه، ولولاه لما وصلت إلي هذه الرسالة. بل أنا سعيدة بتلك الإساءة، فلولاها ما سمعت أذناي هذه الكلمات الغالية. كم أنا فخورة بوطنيتك يا مستر علي. أخي العزيز، إن الأمور هنا تسير على خير ما نتمناه جميعا، فالثورة مندلعة على أشدها، والحق يعلو وتشرق شمسه فوق ربوع الوطن الحبيب. نصيحتي إليك يا علي أن تواصل دراستك وتمضي في طريقك، فعودتك إلى الوطن لن تفيد بشيء، بل هي خسارة كبيرة للوطن. فلقد قبض على شقيقنا عطية ووضعنا جميعا تحت الرقابة الشديدة، والعيون مسلطة على كل تحركاتنا، وعودتك معناها القبض عليك أو اعتقالك في البيت. استمر يا علي وامضي في طريقك، فهذا هو نصرنا الوحيد. أخوك المخلص حسن. إذن فأنا باق هنا، لقد قبضوا على شقيقي ووضعوا إخوتي جميعا تحت المراقبة، وسأعامل أنا أيضا بالمثل لو عدت إلى أرض الوطن. امضي في طريقك. نعم امضي يا مستر علي، ولتعلم أن الله معكم لأنكم مع الحق. سأمضي من أجل مصر، وليشهد التاريخ أنني لن أضن بروحي وحياتي من أجل وطني مصر العزيزة. فيما أنت مطرقة يا نفيسة؟ أنا قلقة على شقيقي علي يا أحمد، لقد انقطعت أخباره تماما منذ شهر، حتى زواجي لم تصلني منه أي تهنئة بخصوصه، وها هو العام الدراسي قد انتهى ولم تصلنا منه أي أخبار. لا تشغلي بالك يا نفيسة، فربما يدخر لنا أخبارا سعيدة. أنا خائفة يا أحمد. بل قلبي يحدثني بكل خير إن شاء الله. اطمئني يا عزيزتي. ها؟ سيدتي، برقية من لندن. برقية من لندن؟ إنها من شقيقي علي. نوليني إياها، نوليني إياها. يا رب. أختي العزيزة، أهنئك بزواجك السعيد، وأهنئك كذلك بتخرجي وحصولي على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى. لقد عقدت العزم على مواصلة الدراسة والتقدم لنيل درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم، وقدمت طلبا بذلك إلى مكتب البعثات أرجو أن يوافق عليه.
ادعي لي أنفيسة واقبلي مني أنت وزوجه تحياتي الخالصة. أخوك المخلص علي، علي يا حبيبي، ألف حمد لك يا رب، ألف حمد لك. والآن هل هدأ بالك يا عزيزتي؟ نعم نعم يا أحمد، أنا أسعد إنسانة في الوجود. ألف مبروك يا حبيبتي، وليوفقه الله في كفاحك. كم كنت أتمنى أن يعود يا أحمد، ففي قلبي شوق مستعر لرؤياه. في سبيل مستقبله يجب أن تتحملي بعده فترة أخرى يا عزيزتي. وهل يطول غيابه يا ترى؟ يطول أو يقصر لا يهم، المهم أن يحقق كل ما يصبو إليه يا نفيسة. لا بد أن تصبري من أجله ومن أجل وطنه. سأصبر يا أحمد، سأصبر. يا رب انصره واكتب له السلام وأعده إلينا معززا منصورا. أنا متأسف يا مستر علي، الوزارة لم توافق لك على مد فترة البعثة، ولقد أرسلت في استدعائك إلى مصر فورا. متأسف متأسف يا سيدي، أنا مصمم على إنهاء البحث الذي بدأته وسأستمر فيه إلى النهاية، وسأتقدم به لنيل درجة الدكتوراه. إن إصرارك هذا معناه عصيان الأوامر والخروج على التعليمات يا مستر علي. هذا هو قراري النهائي. حسنا، ليس في وسعي إلا أن أبلغ موقفك إلى المسؤولين، ولا أعتقد أن النتيجة ستكون سارة. ليكن ما يكون، لقد صممت وتوكلت وسأنتصر بإذن الله. جميل، شيء جميل جدا. إذن هو يخرج عن طاعتنا ويرفض أوامرنا، شيء لطيف لطيف جدا. علي مصطفى مشرفة يأبى العودة إلى مصر. عقوق وتمرد، عقوق وتمرد. فؤاد بيه، لعله يطمع في كرمك بصفتك وكيل وزارة المعارف، وأبناؤنا في الخارج يلمسون فيك الأبوة الصادقة التي تحرص على حماية مستقبله. لا شأن لك أنت، أبرق فورا إلى مكتب البعثات بقرار فصله من البعثة فورا فورا. أمرك يا فؤاد بيه.